يرتبط نهر الأردن في العهد القديم بتاريخ بني إسرائيل، وهو النهر المقدس الذي يفصل أرض الميعاد عن الصحراء، وفي العهد الجديد هو مكان عماد يسوع، ويحتفل بهذا الحدث يوم الأحد الذي يلي عيد الغطاس من كل عام. مئات المؤمنين من مختلف رعايا الأرض المقدسة يشاركون في هذا الموكب جنبا إلى جنب مع الفرنسيسكان للوصول إلى ضفاف النهر. واحتفل بالقداس الأب فرانشيسكو باتون حارس الأرض المقدسة في حين قرأ العظة الأب ماريو حاتشيتي، لأنه بفضل العمال حصلنا على نعمة الروح القدس. وعمد ثلاثة أطفال من رعايا الأرض المقدسة. هذا احتفال ذو مغزى يحتفل به على ضفاف نهر الأردن. مكان المعمودية مهم وذو مغزى، لأن الكثير من الأحداث في تاريخ الخلاص جرت هنا. في البداية عبر إليشع هذه المياه ليجلب شعب إسرائيل إلى أرض الميعاد، وفي هذا المكان أيضا صعد إلي إلى السماء في نهاية حياتي، وتأتي مناسبة معمودية يسوع الناصري لتستكمل جميع هذه الصور وتتيح لها بعدا إضافيا، وهذا يعني بالنسبة لنا دخول شعب جديد إلى أرض الميعاد الحقيقية التي هي مملكة السماء التي دخلها إيليا بمركبة من نار، وهذه النار هي نار الروح التي تتجلى مع الماء في هذا المكان كعلامة على المعمودية المسيحية التي تدخلنا بشكل حيوي في موت وقيامة المسيح وتقودنا إلى الآب. كنت هنا في رحلات حج أخرى، واليوم أنا في رحلة حج بهذه المناسبة الجميلة مع فرانسيسكان الأرض المقدسة للاحتفال بعماد يسوع. فرسالة الإنجيل التي نقرأها اليوم: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لا يمكننا أن ننسى أن المعمودية قد أعطيت لنا لتذكيرنا بأننا أبناء وبنات هذا الإله الذي جاء وتجسد وعاش ومات وقام من أجلنا. وعلاوة على القيمة التاريخية العظيمة الواردة في النصوص الإنجيلية، فقد مر الموقع أيضا بالعديد من العوائق حتى يومنا هذا، لذلك جاء الاحتفال أكثر سراء. كانت المرة الأولى التي أتيت فيها إلى نهر الأردن عام 2002، عندما كان المكان منطقة عسكرية مغلقة وتتاح للرهبان فقط إمكانية المشاركة في هذا الاحتفال يوم الخميس الأخير من شهر تشرين الأول، ثم فتحت إسرائيل تدريجيا المنطقة لجميع الحجاج. أنا مسرور جدا بذلك، وسوف أقود الحجاج إلى هذا المكان المقدس. في 31 من شهر تشرين الأول الماضي زار الأب فرانشيسكو باتون دير الفرنسيسكان الذي أزيلت من حوله الألغام. هذا موقع يرتبط بحدث معمودية يسوع، ومع إزالة الألغام نأمل أن نكون قادرين على استعادته وتأهيله من أجل تشجيع الحج إلى هنا في موقع المعمودية. وإذا استطعنا التنقل في جميع أنحاء الموقع ذات يوم، عندئذ سيكون الأمر أكثر أهمية، لأنه يمكننا الانتقال إلى ما وراء نهر الأردن. على الجانب الأردني، احتفلت الكنائس الكاثوليكية مع المؤمنين والحجاج يوم 11 من كانون الثاني بالحج الوطني والمسيحي للمرة 19 على التوالي في موقع معمودية يسوع الذي افتتح عام 2000. وترأس الاحتفال المونسينيور بير باتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس. ثم دعا بيتسابالا جميع الأصدقاء وكنائس العالم كله لزيارة الأردن والأرض المقدسة، مشيرا إلى التطور الملحوظ للسياحة الدينية خلال عام 2018.